تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني من 14 قرن أو أكثر رسول الله اللي كان قاعد في الجزيرة العربية قال في مضغة اسمها القلب، لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله. أنا كأستاذ قلب في القرن الحالي بعد 14-15 قرن من هذا القول أقول إيه في هذا الحديث؟ أقول إن فعلا تداعي أعضاء وأجهزة الجسم كلها لمرض أحدها تداعي سبحان الله في كيفية التكافل والتآلف بين الأعضاء. فالقلب كجارحة كجزء من أجزاء الجسم يؤثر ويتأثر بأي مرض يحدث في جميع أجهزة الجسم كلها. يعني المخ لو في مرض يؤثر في القلب، القلب في بعض الأمراض تؤثر على المخ، الكليتين لو فيهم مرض يؤثر على القلب، أمراض القلب تؤثر في الكليتين وفي الكبد وفي الجلد وفي الأمعاء وفي كل أجهزة الجسم كلها. عشان نثبت أو مش نثبت، هو مثبت علشان إحنا نتيقن كيف أن هذه السنة يجب اتباعها والتأسي بها في جميع مناحي الحياة، وخاصة في الألفاظ والقول واللسان والنطق اللي ماشي على الساحة الاجتماعية في الإعلام وفي الفيسبوك وفي كل حاجة، والألفاظ والاختيار دي يا جماعة مش سنة نبوية خالص. هل ممكن نقدر نطفي، يعني طبعا يعني علم التفسير ده موضوع تاني، ولكن هل نقدر نطفي يا دكتور سامح الجانب المعنوي والجانب النفسي على القلب لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان المضغة، هذه المضغة لو صلحت صلحت من جميع الجوانب، بقى صلحت صحيا وطبيا وعلميا ومعنويا ونفسيا، يعني زي ما بيقول يمكن الرجل البسيط القلب الابيض والقلب الاسود، يعني القلب الابيض اللي بيحب الخير ده، هل زي والله عاوزين ساعات نتكلم فيها. أنا عملت بحوث يا مدام مها وحنزلها على الفيسبوك لأنها موجودة واتنشرت، لكن حنزلها قصة موت القلب وموت الدماغ. وإمتى الإنسان يقول ميت وناخد منه الأعضاء وننقلها ونزرع، وقانون زراعة الأعضاء والمشاكل اللي تعلقت بيه. فموت القلب، موت المخ، الدماغ أو جذع المخ وموت القلب، مين اللي بيموت الاول ومين اللي بيموت الاخر ومين المسيطر يعني دي موضوع عاوز حلقات طبعا. وحلقات طبعا. طيب هو الفهم والادراك وتقدير المسؤوليه وغيرها من المخ ولا من القلب؟ ولهم قلوب لا يفقهون بها. فالفقه المرض والقسوه والتعاطف والتراحم وكل ده، هل دي اعمال عقل ولا اعمال قلب؟ سوف نكتشف في يوم من الايام ان القلب هو المايسترو بتاع الجسم كله، ولا انا شخصيا ليست لدي اي شكوك في هذا الكلام. وحنشوف ان شاء الله. طب معايا انا على التليفون استاذ مرعي من سوهاج. استاذ مرعي. ايوه مساء الخير يا استاذ مرعي. طيب اتفضل. أيوة يا استاذ مرعي. عليكم اتفضل. السلام. ايوه النبي يا دكتور سامح، انا عندي جلطه بذبحه صدريه. ورحت للتامين الصحه يقول لي اعمل مسح الذره واعمل اشعه ايكو. ايوه فعملت الاشعه الايكو، لقيتها العضله كفائتها 40%. ايوه فوريته المسح الذري، قال لي الشرايين ما فيهاش حاجه. الدكتور اللي جنبه قال لي انت لازم اخبرها. ايوه بس يا دكتور فضلك واللي قال لي لازم الاسطره، قال لي الاسطره خطوره عليك. فهل عايز اسال سيادتك فيها خطوره او ما فيهاش خطوره؟ طيب شكرا يا استاذ مرعي. معانا طب ناخد تليفون باسم من الغربيه ونجاوب على الاثنين. استاذ باسم. ايوه يا فندم. مساء الخير. اتفضل. ايوه استاذ باسم اتفضل. اهلا بيك دكتور سامح معاك. اهلا بيك، لو سمحت اكلم الدكتور. انا سامع حضرتك، اتفضل يا استاذ باسم. ايوه دكتور حضرتك، انا شغال في السوبر ماركت. فحضرتك يا فندم يعني لو وقفت كتير، يعني لو
ربع ساعة كده ولا حاجة أبص ألاقي الضغط يعلى عليا جامد. لو أكلت حاجة مسكرة أبص ألاقي الضغط يعلى عليا قوي برضه، يعني ما بينزلش خالص مش عارف ليه. طيب يا أستاذ باسم أنا بشكرك، شكرا لاتصالك. ونبتدي بمرعي ولا باسم؟ مرعي. الأستاذ مرعي قال إن عنده ذبحة صدرية وبس وظيفة عضلة القرب 40%، وبالشكل ده استكمال العلاج بالقسطرة قد يكون في خطورة عليه كما قال. الحقيقة لا، هو احنا العضلة قد تكون سبب الضعف اللي وصلها الأربعين في المية هو نقص التروية القلبية ونقص الدم اللي رايح لعضلة القلب. لما نعمل القسطرة ونفتح الشرايين اللي بتغذي العضلة ممكن الـ40% دي تبقى 50% وتبقى 60%. إذن باختصار أنا عندي شجرة، وعشان بس الناس تفهمها، عندي شجرة والمية قلت عنها عليها، فموجود الورق بتاعها بدأ يدبل شوية. مجرد أن أنا أروي الشجرة دي توديها المية هترعرع وتخضر تاني. هي دي عضلة القلب في الوقت الحالي 40%، لأن مش وصلها دم كافي. لو كملنا وصول الدم ليها قد تتحسن. 40% ليست مانع من إجراء القسطرة، ولكن هناك احتياطات على الدكتور اللي هيعملها. لازم هيحدد نوع الصبغة اللي هياخدها إيه، كمية الصبغة اللي هيستعملها إيه، تحضير المريض وأدوية قبل ما يعمله القسطرة إيه، الكلى ووظائف الكليتين قبل القسطرة هتبقى إيه. كل الحاجات دي معايير الطبيب المعالج بيحتاط ليها وبياخد بعض الاحتياطات وبيعمل القسطرة، والقسطرة بتبقى أمان. ولا 40% ليست حائل ولا مانع من عمل قسطرة للشرايين التاجية إن شاء الله. طب بالنسبة لباسم بقى اللي هو الضغط العالي ولما بياكل حاجة حلوة. الأستاذ باسم الضغط اللي بيطلع وينزل وده شيء يعني كتير وبيحصل، أفضل شيء حضرتك تروح لدكتور قريب منك أو مركز متخصص في أمراض القلب، هيركب لك جهاز بيتلف حوالين الإيد وبيتحط في الجيب زي الموبايل، هيسجل الضغط بتاعك كل نص ساعة لمدة 24 ساعة، وبعدين بيتفرغ في الكمبيوتر بنعرف الضغط بتاعك مش ازاي، وانت واقف وانت نايم وانت صاحي وانت بتتحرك وانت مستكين ومستريح، وبناء على كده بيتحدد هل انت فعلا مريض بالضغط ولا لا، ولو كنت مريض بالضغط ايه الدواء اللي هيتناسب مع الحاله الصحيه بتاعتك. طب معانا كرم من الجيزه. الو استاذ كرم. الو استاذ كرم. مساء الخير مع هاني. اتفضل يا فندم. طيبه وحضرتك طيب؟ ايوه. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا فندم. طيبه مدرسه المولد النووي الشريف والاستاذ الدكتور. انا بشكر البرنامج والقائمين على البرنامج. شكرا. وانا بتابع حضرتك عن المعلومات القيمه اللي بنستفاد منها متعلم منها. شكرا. ومتابع دايما كل حلقات حضرتك يا فندم. وبشكر يا حضرتك وبشكر البرنامج. اتفضل يا استاذ. ويعني بتمنى يعني كل التوفيق لحضرتك. اتفضل يا استاذ كرم. دكتور سامح مع حضرتك ليك سؤال في مجال امراض القلب. ايوه اسال الدكتور ان انا كان عندي القلب ورحت للدكتور وعملت قسطره في رجلي وكده خرجت من المستشفى واستمر على الادويه وجلستي مستمره على الادويه ودلوقتي هل يعني عاد مثلا ابطل الادويه ولا اعمل على حضرتك يا دكتور؟ انا بشكرك يا استاذ كرم على اتصالك. شكرا لك. طيب وبخير. شكرا لك استاذ كرم. حضرتك هتتبع ارشادات الطبيب اللي عمل لك القسطره. حسب نتيجه القسطره هو لقى فيها ضيق او لقى فيها ما فيش ضيق، هو ضروري هيكون كتب لحضرتك الادويه بناء على نتيجه اللي لقاها في الفحص، فحضرتك هتتبع التعليمات بتاعته. لو قال لك كمل على الدواء هتكمل، قالك خلاص انت كويس وبطل الدواء هتبطله. يبقى قرار الاستمرار على العلاج ولا لا هو قرار الطبيب المعالج ان شاء الله. والف سلام على حضرتك. سامح نرجع لموضوعنا، واحنا يمكن قلنا القلب، ابتدينا بالقلب. ايوه. وانه وعلاقته بقيه الاعضاء. احنا هنقول عليها اثباتا للسنه، وعلشان يبقى دكتور القلب فاهم لما بيجي يعالج بيعالج ازاي، ومريض القلب يبقى عارف. هقول لحضرتك انا عندي بنت 17-18 سنة، راح المدرسة بتاعتها جالها شوية صداع، وبعدين رجلها اليمين وإيدها الشمال، رجلها اليمين وإيدها اليمين أو الشمال والشمال وقفوا وجالها شلل نصفي. نعم.
هل ده معناه ان في حاجه في المخ؟ بالتاكيد حصل حاجه في المخ هي اللي عملت لها شلل النصفي، لكن لازم الناس تعرف ان سبب شائع جدا لحدوث الشلل النصفي ده وجود مرض في القلب. وجود مرض في صمامات القلب او عضله القلب، بيبعت حته جلطه رفيعه صغيره قوي جايز تمشي في شرايين الجسم محدش ياخد باله منها، لكن شريان المخ صغير تقفله تعمل شلل نصفي. لا يعني اتوقف بس، هو يعني القلب هو اللي بعت الجلطه؟ هو اللي بعت الجلطه. الجلطه دي موجوده في الصمام اصلا، متكونه على صمام القلب اصلا، او في عضله داخل غرف القلب، وانتشرت منه وراحت على المخ. فادي تاثير القلب على المخ. واحد يجيله شلل نصفي بس مش المشكله في شرايين المخ، ده المشكله اصلا مصدرها القلب. حاجه تانية هقول، واحد عنده الضغط والقلب بتاعه عمال يضخ بقوه جدا جدا، شرايين المخ قد لا تتحمل ضغط القلب اللي بيضخه ده. ويحصل انفجار في احد الشرايين الصغيره، يحصل نزيف في المخ. يبقى نزيف المخ وغيبوبه وتوهان و و و و وكل ده يبقى سببه من الاول خالص شيء في القلب. القلب. طيب مريض دكتور سامح، انا معايا بس مداخله من ام محمد في سوهاج. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا ام محمد، ازاي صحتك؟ اتفضلي. خير الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا ام محمد، اتفضلي يا ستي. انا بنتي عندها 4 سنين و5 شهور. مريم، كشفنا لها وطلع عندها كوليسترول مع التحليل، كوليسترول عالي جدا يا دكتور. ودلوقتي لم نبدا اي علاج، تنصحني بحضرتك بايه؟ نسبه الكوليسترول طلعت في التحليل 722. فحضرتك تنصحني بيه ابدا العلاج ازاي، او اروح فين بالظبط؟ حضرتك اول حاجه شكرا يا ام احمد لاتصالك، والف سلامه لمريم ان شاء الله، يعني تطمني عليها باذن الله من كلام دكتور سامح. شكرا ليك. 4 سنوات ونسبه الكوليسترول نسبه الكوليسترول عاليه، ده اضطراب خلقي او اسري في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. حضرتك هتعملي نسبه الكوليسترول لبقيه اخواتها او بنين وبنات، وعن طريق التامين الصحي بتاع التلامذه او الاطفال. في حاجه اسمها كده تأمين صحي لكل الأطفال المولودين أو لطلبة المدارس من أول ما بيدخلوا المدرسة على طول. عن طريق التأمين الصحي حضرتك بتاخدي تحويل لأقرب مستشفى جامعي عندك، وفي المستشفى الجامعي فيه تحليلات لكروموزومات وتحليلات لنسبة جينات مخصوصة في الجسم، وبناء عليها بيتحدد العلاج بعد تحديد نوع النقص في الكيماويات اللي بتعمل التمثيل الغذائي في الجسم. طيب. فده لازم توصلي لأقرب مستشفى جامعة، أو تيجي القاهرة لأبو الريش أو إحدى المستشفيات الجامعية في القاهرة. طيب. معايا علي من الإسماعيلية. أستاذ علي، ألو أستاذ علي، الاتصال فصل. طيب هنحاول تاني نرجع للموضوع. طيب يعني دلوقتي ده حاجة من الغرائب اللي انا يمكن بسمع لاول مرة هذه المعلومة دكتور سامح. جلطات المخ بيبقى اساسها ان في مشكلة في القلب. طب دي علاقة القلب بالمخ؟ عشان انا عايزة اخد اكتر، انا عايزة اخد علي رجع. طيب استاذ علي. ايوه. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل، ليك اي استفسار لدكتور سامح؟ ايوه دكتور لو سمحت، لو جيت اقف يعني عند عمي، لو اجي يقف شويه الضغط بيعلى عليه خالص. ولو الدكتور لو اداله دواء ضغط، لو خد مره واحده برضه بيقطع عنده خالص. لا يبقى هو، شكرا يا استاذ علي اتصال، يبقى هو خد الدواء الغير مناسب. ادويه الضغط كتير قوي قوي قوي، وبناء على حسب نسبه الضغط قد ايه وتأثيرها على عضلة القلب إيه، والأمراض المشتركة معاها إيه، إذا كان في سكر أو كلى أو أزمة ربو شعبي أو حساسية صدر، يختار العلاج اللي يناسب كل حالة على حدة. فلما ياخد دواء والضغط يبقى عالي خالص وينزل مرة واحدة، يبقى مش ده العلاج المناسب للحالة بتاعته. في 100 نوع من أنواع الأدوية، راجع الدكتور بتاعه تاني يختار له دواء آخر يناسب الحالة بتاعته. ألف سلام عليه. اتفضل يا دكتور سامح، كنا بنرجع هنقول العلاقه بقى. انا عندي مريض سنه 65 60 سنه، وبعدين بدا يكسل، وبدا تركيزه يقل، وبدا استجابته للمحيطين بيه تقل،
وقد يفقد الوعي. وبعدين بعد شوية يكتشف ان كل القصة دي هو ان في ضعف في عضلة القلب. القلب بيضخ الدم، مش موصل الدم بالقدر الكافي لعمل المخ، فيكون نقص تروية المخ بسبب ضعف عضلة القلب، ويفقد الإنسان القدرة على التركيز والاستجابة للمحيطين اللي حواليه. أول ما نديله أدوية مقوية لعضلة القلب يبدأ الضغط يرتفع شوية، يبدأ الدم يوصل للمخ يفرفش ويصحصح، وكل الناس يقول هو جراله إيه، ده مخه في إيه، ده مخه في إيه، والقصة تحت في القلب. أضيف حضرتك إلى ذلك أن مصيبة الشباب في مصر والمرض في مصر حاليا الشريان التاجي. أيوة. الشريان التاجي اللي بيعمل ذبحة صدرية، اللي بيعمل جلطة في القلب، اللي بيحتاج قسطرة، اللي بيحتاج دعامة، اللي بيحتاج قلب مفتوح، الكلام ده كله. المرض اللي بيؤثر على هذه الشرايين يؤثر في نفس الوقت على الشرايين السباتية اللي بتغذي المخ، يؤثر في نفس الوقت على الشرايين الطرفية اللي بتغذي الساقين. أنا كدكتور قلب لو ما كنتش فاهم كويس إن المرض ده بيأثر بالطريقة دي، قبل ما أعمل للمريض بتاعي عملية القلب بتاعته وأنا بفحصه وأنا بديله العلاج وأنا بديله الدواء، لازم أكون متأكد حجم تأثر شرايين السباتية بتاعت المخ بتصلب الشرايين ده اللي حصل في القلب والشرايين الطرفية. وبناء على كده لازم أكون عارف هو إيه الأدوية اللي أديها للمريض بتاعي علشان أضمن وأطمئن إنها ان انا مش هاثر على الدوره الدمويه المخيه ولا مش هاثر على الدوره الدمويه الطرفيه. يعني المساله دي مساله حسابيه ومعادله حسابيه لازم ناخد بالنا منها. طبعا. طيب انا معايا الحقيقه يعني سوهاج النهارده اتفرج علينا جامد شد حيلها معانا، فمعايا استاذ سيد من سوهاج. استاذ سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. لو سمحت اكلم الدكتور. مع حضرتك سامعك، اتفضل. انا 2005 عملت عمليه جلد مفتوح غير لي 4 شرايين. ايوه. وبعد كده من حوالي 3 شهور وانا ماشي حصل لي ضيق في صدري. فروحت المستشفى عمل لي رسم قلب، وبعد كده قال لي مفيش حاجه. لكن انا صدري ده ضيق خالص. يعني ما قدرتش امد. رحت للدكتور يحيى كشك قبل ما يبقى محافظ. اعطاني راندلين. هو من غير بس ذكر أدوية يا أستاذ سعيد، فضل. طيب أعطاني دواء واخد بالك ساعتك يعني خفف عني شوية. لكن لما بمشي ما يعني مش قدرة الأول، كنت ماشي كويس لكن دلوقتي ابتديت يعني أمشي أجل يا عم سيد. طب بشكرك. نعم. يا أستاذ سعيد شكرا لاتصالك. أنت لازم تكون بطلت التدخين، ولازم تكون بتعالج السكر كويس، ولو عندك ضغط تكون منتظم في علاج الضغط، لو عندك كوليسترول تكون بتاخد علاج الكوليسترول بالإضافة إلى أدوية القلب. بعد 8 سنين من 2005 وحضرتك عامل عملية زرع الشرايين، بعد 8 سنين أنا عندي احتمال من 2، إما إن أحد الشرايين اللي اتزرعت علشان إعادة التروية في العملية بدأت وظيفتها تقل شوية، وده اللي عاملك الكتمة وضيق الصدر مع المجهود ومع المشي، أو إن المرض اللي كان سبب التعب الشرايين اللي احتاج عملية ده برضو ماشي زي ما هو وسبب ضيق في جزء آخر من الشرايين ما تعملتلوش عملية. يعني أيام العملية كانت نسبة المرض اللي فيه قليلة، على مدى 8 سنوات النسبة دي زادت في شريان تاني ما كانتش اتعملت فيها عملية وهو اللي يعمل لك الوجع ده. إذن الآلام الصدرية اللي زي قبل العملية اللي بيجي لك طبقة في الصدر وانت ماشي وبتخليك تقف، حضرتك في شك كبير قوي ان ديت نتيجة قصور الدورة الدموية التاجية، وهيكون السبب من 2، يا واحد من اللي اتزرعه بدأ يفقد وظيفته، يا إما المرض جه في حتة جديدة كانت سليمة سنة 2005. حضرتك راجع الدكتور بتاعك، وفي الغالب حضرتك هتحتاج تعمل قسطرة علشان يتحدد هو ده ولا ده، لأن كل واحد منهم له علاج خاص. وألف سلام على حضرتك. معايا تليفون أحمد من القاهرة. ألو. ألو. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الخير. اتفضل دكتور سامح مع حضرتك. أكلم دكتور سامح. اتفضل يا أستاذ سامح. اتفضل يا أستاذ أحمد. احمد حموده دكتور سامح. اهلا يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. انا قلت ادي فرصه في الاستنتاج، كل سنه وانت طيب بمولد النبي. يا ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل.
ربنا لسه ماشي على العلاج اللي كنت فيه الاول باول. ربنا يشفيك يا عم احمد، ربنا يخليك. ربنا طيب والاسره بخير يا رب. شكرا. ربنا يخليك. شكرا قوي يا عم احمد وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لك. شكرا لك. ربنا يخليك يا عم احمد. شكرا. شكرين. الحاج احمد عمل عمليه قلب مفتوح من 10 12 سنه وبعدين بعد 7 8 10 سنين جاله ضيق، عملنا له قسطرتين، لقينا مرض امتد في شريان جديد غير الشرايين اللي اتزرعت، عملنا له دعامه فيها بقى لها 4 5 سنين وما شاء الله زي الفل اهوت، وهو بيشاهدنا وبيتابع معانا. ربنا يدي الصحه ان شاء الله للجميع. يا رب ان شاء الله. دكتور احنا فاضلنا دقيقه، بيقولوا لي دقيقه واحده. دقيقه واحده. طيب هنقول على المخ ايه، نختم نعمل ختام كده. لا انا هقول بس ان في امراض كتيره في الكلى بتصيب، امراض في الكلى بتؤثر على القلب، او خلينا في المخ ونخلص النهارده. ايوه يا ريت. شاب ماشي في الطريق عمل حادثه بعربيته وحصلت له حاجه في المخ. ارتفاع ضغط المخ نتيجه الاصابه بالحادثه دي يؤدي الى اسراع شديد في ضربات القلب تصل الى 200 ضربه في الدقيقه. للشاب الصغير يوصل ضغط الدم ل 200 و220 على 120 و130. انا بعرف ايه اللي جاري جوه المخ وبقرا التغيرات اللي جوه المخ من ضربات القلب ومن ضغط الدم اللي جاي لي وانا بتابع المريض. المريض اللي اصيب بحادثه وكانت ضربات قلبه 200 و180 بدات تقل بقت 100، بدات تقل بقت 80، بدات تقل بقت 70، بدات تقل بقت 60، افهم انا كطبيب قلب من هذا المعنى ان المخ بدا يتحلل وان فرصه شفاء هذا المريض من الحادثه بتاعته تكاد تكون منعدمه. لا، وقريت اللي حصل في المخ من استجابه القلب للي حصل. نعم. في المخ. نعم. ده عشان تاكيد لكيفيه تأثير كل جسم من جهاز من أجهزة الجسم على الأجهزة الأخرى. طب احنا الأسبوع الجاي هنتكلم علينا بقى حضرتك عشان نختم. يحتم علينا لما أجي كدكتور أعالج مريضي، ما ينفعش أبدا أبقى دكتور قلب وبس. لو بعالج القلب وهو موجود على الترابيزة أهلا وسهلا، لكن لازم أكون عارف أن كل الأمراض قد تكون لها تأثير. الأدوية بتاعتي قد يكون لها تأثير على الكبد وعلى الكلى وعلى المخ. أدوية المخ جايز يكون لها تأثير على القلب، أدوية الكلى يكون لها تأثير على القلب. بالزبط. ما ينفعش مريض دكتور واحد يعالج المريض من غير ما يبقى في تنسيق مع بقية الزملاء. نعم. في بقية التخصصات. علشان كلنا بنعالج أجهزة في جسد واحد. بالزبط. كل منها يؤثر في الآخر. بالزبط. ويتأثر به. دكتور سامح بشكرك وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. شكرا. كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا. والسادة المشاهدين طيبين إن شاء الله. مشاهدينا دلوقتي هنشوف مع بعض هذا التقرير، واحنا بنقول مش بس الانسان هو اللي بيثور، ولكن بمناسبه ثوره المصريين واحتفالنا بهذه الذكرى ل 25 يناير في معرض فني بعنوان لوحات ثائره. نشوف التقرير ونرجع ونروح لمدام اقبال محضره لنا طبق اليوم.